السلام الله عليكم أصدقائي ومرحبا بكم على قناتنا سكويلا. اليوم إن شاء الله نديرو ليكزيرسيس اكتيفيتي نيميرو 3 ديستريبيتيفيتي باج 11 باش نشرحوا هاد ديستريبيتيفيتي لأن أغلبية التلاميذ ما فاهمش شنو هي لا ديستريبيتيفيتي. لا ديستريبيتيفيتي هي واحد العملية اللي جد مهمة في عملية الحساب، إذا كنستعملوها بزاف فاش في الحساب. إذا الاكتيفيتي ديالنا en exprimant de deux façons différentes l'aire de rectangle ACDF montré que K entre parenthèses A plus B égale à K fois A plus K fois B. Et on a dit la relation de la distributivité. Et on a dit la relation de la distributivité. Et on a deuxièmement en exprimant de deux façons différentes l'aire de rectangle GHKL justifie que K multiplié entre parenthèses A moins B égale à K fois A moins K fois B. Et bien, nous avons vu ce que nous avons vu. Et bien, transformer les expressions pour que tu puisses les calculer momentanément. Et bien, nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu ce que les expressions. عقليا يعني مونطانيمون بدون حساب كيفاش يمكن لينا ندير. اذا نمشيو نبداو على بركه الله. اذا قبل ما نبداو ان شاء الله انا كندعوكم انكم تشتركوا في قناه ديالنا سكويلا توب، والمزيد من التمارين في المفيد في الرياضيات غادي تلقاهم داخل القناه، واللي عنده شي تمرين يلتحق بنا في المجموعه ديالنا. دونك كيفاش غادي نديرو نحلو هاد ليكزارسيس؟ إذا غنبداو غناخدو لا فيغور بخومييغ فيغور. كيما كتلاحظو لا فيغور ديالنا حنا غادي نحسبو لاغ. إذا بخومييي فاصون عندنا لاغ دو ريكتانغل ديال ريكتانغل أ سي دي إف، هو ريكتانغل مستطيل. إذا أش كيساوي؟ لاغ هو المساحة كيساوي الطول مضروب في لارج، إذا لونغور fois largeur. مزيان. اذا اس شنو كتساوي ليا؟ كتساوي لونغور في لارجور. لونغور ديالي اللي هو ا سي هو لونغور، اي ا اف هو لارجور. اذا شنو كنلاحظوا من الشكل؟ يعني ا بارتير دو لا فيغور اون كوا اون بان ا بي ايغال شنو؟ ايغال ا، و بي سي ايغال شنو؟ ايغال بي، و ا اف ايغال شنو؟ ايغال أكا، و AC هي مجموعة ديال AB زائد BC. إذن هادشي عندنا بأن AC قلنا هي لا صوم ديال AB زائد BC، وعندنا بأن AB هي لا ديستونس A كتساوي A، وعندنا بأن BC كتساوي B، وعندنا بأن AF كتساوي ياش K. مزيان. إذن دابا غادي نعوضو هاد العملية. دونك ألوغ عندنا اس كتساوي لنا الاسي، عندنا اسي مضروبه في اف. اذا نعوضوا الاسي، ها هي اسي قينا هي ا بي زائد بي سي. اذا عوضناها بالقيمه ديالها مضروبه فاش في اف. اذا هنا كل قطعه غادي نعوضها بالقيمه اللي حصلت عليها، ا بي هي ا بي سي هي بي و اف هي ك. اذا غادي نتحصل على اس كتساوي لنا ا زائد بي بين قوسين مضروبه في ك. اذا هذا هو المعطى الاول. إذا الطريقة الثانية باش نحصلو على كا اف زائد كا بي. إذا غادي نشوفوها دابا. دونك دوزيام فاسون ديالنا، إذا كيفاش غادي نخرجوها؟ إذا غنقولو بأن لاغ توتال إي لا صوم دي زاغ دو تخيونغل ا بي إي اف إي دو ريكتانغل بي سي دي إي. إذا قلنا هنا هو المساحة الإجمالية، هي مجموع مساحتين ديال هاد المستطيل اللي هو ا بي او اف، نزيدو عليه المساحة ديال المستطيل بي سي دي او. هادشي اللي قلنا هنا. اذا غنعبرو على المساحة ديالنا اس كتساوي اس واحد زائد اس جوج. اذا اس واحد هي ديال المربع، هي لاغ دو ا بي او اف، و اس دو هي لاغ ديال بي سي دي او. اذا لاغ الا بغينا نحسبو المساحة ديال هاد المستطيل هي الطول في العرض، الطول ديالو هو ا والعرض ديالو هو ك. إذا المساحة S1 كتساوي لنا ك ضربة في أ. مزيان.
اذا غنمشيو لعند المساحه ديال بي سي دي او. اذا لير دو ريكتانجل بي سي دي او. اذا كيفاش هو كذلك الطول ديالو اللي هو بي سي في العرض ديالو اللي هو سي دي اللي كيساوي اف اللي كيساوي القيمه ك. اذا غتعطينا بان الاس 2 كتساوي لينا ك مضروبه في بي. اذا انطلاقا من لو 1 اي لو 2 النتيجه الاولى والنتيجه الثانيه نستنتجوا العلاقه ديالنا. دونك نقولوا بان لا سيرفاس توتال كتساوي قلنا لا سوم ديال لي دو ريكتانغل لا سيرفاس ديال دو ريكتانغل. اذا هنا تعطينا سيرفيس توتال كتساوي لنا ك فوا ا بلس ك فوا بي. وفي الفاصون الاولى قلنا بان ك كتساوي لنا اس كتساوي لنا اونتر بارونتيز ا زائد بي في ك. اذا ميم ايزيتاب اللي درنا هنايا غادي نديروهم الاكزرسيس في الشكل الثاني. إذن إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة ديالنا سكويلا طوب ما عليك إلا تأبونا فلاشين وتلتحق بالمجموعة الواتساب باش يوصلوك أحدث الفيديوهات ديالنا. السؤال رقم 2 عندنا هاد لا فيكور. إذن كما كتلاحظ الشكل عندي هنا هاد القطعة هادي ما عندكمش ولكن خرجناها هي أ ناقص بي. أنا هنا درت بي ناقص أ ولكن هي راه أ حيت هي اللي كبيرة ناقص بي. إذن غنحسبو بروميير فاسون لوغ ديال ريكتانجل جي أش ك ال هذا اللي مخدش نحسبوا المساحه ديالو هي الطول في العرض. اذا شنو هو الطول ديالو هو هذه المسافه والعرض هو هذه المسافه. اذا غادي نكتبوا بان الطول ديالو الطول في العرض وي الطول هو المساحه. احنا حسبنا كل شيء ولكن بغينا غير المساحه ديال هذا المخدش. اذا حسبنا المساحه الكليه كتساوي لنا هي جي اش في جي ال. اذا المساحه ديالو هي جي اش في جي ال. جي اش شنو هي؟ اذا ا بارتير دو لا فيغور جي اش قلنا هي ا هي جي اي ناقص ك جي. اذا هي جي اش هي جي اي ناقص ك ك جي هي ا ناقص بي. ولقينا بان جي ال هي ك. اذا غادي نعوضوا كل قيمه بالقيمه ديالها. اذا المساحه كتساوي هي جي اش عوضناها بالقيمه ديالها اللي هي جي اي ناقص ك جي مضروبه في جي ك. اذا تعطيني هي ا جي اي هي ا ناقص بي اللي هي ك جي مضروبه في ك. مزيان. اذا نمشيو لا دوزيام فاصون ديالنا. اذا ما تنساش تابونا فلاشين الا كنتي اول مره كتشوف سكويلا طوب وفعل الجرس باش يوصلوك احدث الفيديوهات ديالنا. اذا فاصون دوزيام فاصون ديالنا انا حولتها لكم هنا ا موان بي باش تعرفوا. اذا دوزيام فاصون غادي نحسبوا لير توتال ديال توتال. اذا لير توتال كتساوي لا ديفيرونس اونتر ار دو ريكتانغل جي اي جي ال والريكتانغل اش اي جي كا. اذا دائما حنا مع الريكتانغل ديالنا اللي هو جي اش كا ال. المساحة ديال جي اش كال كتساوي هي المساحة الكلية غنقصو منها المساحة اللون الأصفر. إذا كتساوي لير ديال جي اي جي كال المساحة الكبيرة اللي هي ك مضروبة في ا والمساحة لير الثاني اللي هو بي مضروبة في ك اللي هو نفس العرض. إذا من واحد واثنان نستنتجو ان اس كتساوي لنا واحد اس واحد ناقص اس جوج وغادي نعوضو كل اس واحد بالقيمه ديالها اللي هي كار في ا ناقص اس جوج اللي هي كار في بي. تنمشيو للكالكول. اذا ثالثا ترانسفورمي لا فورم. اذا ديك لا فورم اللي تحصلنا عليها غادي نحسبو ليكسبريسيون ا كيساوي 79 مضروبه في 15 زائد 79 مضروبه في 5. اذا العامل المشترك عندنا هو 79 غادي نحتفظوا به. اذا 79 هو مضروب ودرنا هنا 15 زائد 5. اذا غادي نجمعوا بين قوسين هما الاولى تعطينا 20. اذا 79 في 20 كتعطيني ا كتساوي 1580. اذا نمشي للعمليه الثانيه. في الاول راه كان عندي درت لكم ناقص دابا انا حولتها لكم زائد حيت هنا زائد تكون زائد ناقص ناقص. اذا هذا من خرجنا من السؤال الاول. السؤال الثاني هذا هو الاستنتاج ديالنا. هادشي اللي خاصنا نحفظو دابا مؤخرا هو باش كنخدمو هاد العلاقات وهاد التمارين من هاد العلاقة. إذا غنمشي للعلاقة الثانية اللي هي أ ناقص بي بين قوسين مضروبة في ك كتساوي أ في ك ناقص أ في
ك في بي. اذا انطلاقا من هذه العمليه هذه اللي خرجنا المعطى غادي نصاوبو بي كتساوي 5.8 مضربه 109 ناقص 5.8 مضربه 9. اذا القاسم المشترك اللي كنلاحظ راه عندي جداء عددين ناقص جداء عددين، ما عنديش انا ناقص وفي، لا عندي في ناقص في. اذا عندي 5.5 هو القاسم المشترك، اذا غادي نحتفظ به باش نردو هنا. اذا عندي هنايا هذا هو 5.5، غنحتفظ به وغنفتح الاقواس وغندير ا ناقص بي. اذا نحتفظ ب 5.5 وغندير نفتح الاقواس وندير ا اللي هي 109 ناقص 9. اذا 109 ناقص 9 كتعطيني 100، 100 في 5.8. اذا الاصفار غادي يمشيو بدرجتين جهه اليمين، وبي غادي تعطيني كتساوي 580. اذا الى كنتي اول مره كتشاهد القناه، ما عليك الا تابون معنا وتفعل الجرس ويصلك احدث الفيديوهات. وتبارك الله عليكم، الله يوفق الجميع، وموعدنا في تمارين اخرى. والتحقوا بمجموعه وعطيونا التمارين ديالكم باش نخدموهم مجموعين. السلام عليكم.